لقد ربحت. رمية موفقة إسماعيل. هذا هو ولدي إسماعيل. اسمعني أبي، أود أن أقول لك شيئاً. تكلم إسماعيل، فأنا سأصغي إليك. أبي، أنا سعيد جداً بأن يكون لي أخ صغير. هذا ابنك أيها الأب إبراهيم، هذا الابن الذي وعدك به العلي القدير. لهذا أنت منذ اليوم تدعين سارة وليس ساراي، عملاً بمشيئة يهوى. هذا هو ابني إسحاق، إنه لك يا رب لأنك أنت أعطيتني إياه. تبارك اسمك القدوس. الآن سأختنه حسب ما أمر به يهوى، لأن هذا علامة العهد بين يهوى وذريتي إلى الأبد. ابتعدي من هنا بسرعة. إياك أن تقتربي من أخي. هل رأيت هذا؟ لا أصدق ذلك. إسماعيل، عليك ألا تلمس هذا الطفل. ولكن لا يمكنك أن تتكلمي معي بهذه الطريقة. هيا ارحل من هنا على الفور وإلا ضربتك. هيا. لا أريد أن أرحل من هنا. إسحاق هو أخي وأريد أن أبقى. تريدين أن أطرد إسماعيل وهاجر؟ تريدين أن أرسلهما إلى الصحراء كي يموتا عناء؟ كيف تجرؤين على طلب أمر ظالم ورهيب كهذا؟ اسمعني جيداً، سرعان ما يصبح إسماعيل رجلاً، سيكون مقاتلاً وعلى رأس فرقة مقاتلين. سيود أن يكون وريثاً لك، وستضطر أن تعطيه عبيداً وماشية. وها هو إسحاق، الابن الموعود من الله، ولدنا سوف يكون تحت رحمته دائماً، صدقني. إنك خائفة يا سارة، لن يحدث شيء مما تقولين أبداً. إن إسماعيل هو أيضاً ولدي وسيكون صالحاً. لكنه ولد من جارية. إن إسحاق هو ابن زوجتك الشرعية، وهو الابن الذي وعدك الله به. إن إسحاق هو وريثك، إنه المكافأة التي أعطانا إياها الله بسبب إيمانك. إسحاق ولد مني بإرادة الله، لا يمكن أن يكون لك وريثين يا إبراهيم. هيا هيا سارة ابتعدي. غدا سأعود لأسألك الأمر عينه، سأسألك إياه كل يوم. قل يا إبراهيم فأنا أصغي إليك.
تبارك اسمك يا رب، أنت أعطيتني إسحاق لكنك أعطيتني أولاً إسماعيل، وأنا أحبه بقدر ما أحب إسحاق ولا أريده أن يبتعد عني. ماذا أفعل يا رب؟ لقد رأيت معاناتك، لا تخف، ابنك إسماعيل هو أيضاً من ذريتك وأنا أسأل عليه. عفوك يا رب، كنت قد شككت في الأمر. لكن وريثك سيكون إسحاق، معه سوف أقيم عهدي، ومنه ستولد ذرية عظيمة، أمم وملوك. هذا عهدي لك وهذا ما سيحدث، لأنني معك ومع نسلك أقمت عهدي. لكنك ستسمع لما تقوله سارة، إسماعيل هو أيضا من ذريتك وأنا أسهر عليه، لأنه من الإبن الذي ولدته لك هاجر سيولد شعب عظيم. عفوك يا رب، لقد شككت في الأمر. تبارك اسمك أيها الرب، تبارك اسمك أيها الرب. إبراهيم، تعلمين ما الذي يجب عمله؟ عليك أن ترحلي بعيداً مع الصبي. إلى أين نذهب؟ إن سارة تثأر منا، تطردنا كي نموت في الصحراء. لا تخافي، إن إسماعيل هو عزيز على الله ومنه ستولد أمة عظيمة. لا أفهم ما تقول، أنا لا أفهم إبراهيم. أنا جاريتك، فقد وجدتني في الصحراء، كنت معيلي حتى هذه الساعة، أنت أعطيتني ابناً ويمكنك أن تعطيني الموت. لكنك ستحيين يا هاجر وتكونين سعيدة لأن العلي رسم هذا. ماذا عنك؟ هل تؤمن أنت به؟ ماذا تقولين يا هاجر؟ أنا أؤمن به، إن حياتي هي بين يديه. وحياتي أنا أيضاً، وحياة ابنك البكر إسماعيل. هذا ليس عدلاً، ليس عدلاً. أين ستذهبين الآن؟ سأعود إلى مصر حيث ولدت بين جماعتي. انتظرا، تعطيكما الحليب طالما أمكن، ثم تأكلان لحمها. شكرا لك أبي. إن احتجت شيئا يمكنك العودة دائما. أرجوك يا إلهي لا تدعني أرى ابني ميتاً. أعده إلي أنا أرجوك. هاجر، هاجر. هذا أنت يا ربي؟ انهضي يا هاجر، أمسك الصبي بيده وتابعي سيرك، لأنه منه ستولد أمة عظيمة. سأفعل ما تأمرني به يا رب. الله قد نجانا يا بني. لقد نجونا. سوف أحمي إسماعيل لأنه منه ستولد أمة عظيمة.
كان الله دوماً مع إسماعيل. لقد كبر وعاش في الصحراء، أصبح رمي قوس ماهراً ومقاتلاً. سكن صحراء باران وزوجته. أمه هاجر امرأة من مصر. إبراهيم وعشيرته باتوا بعيدين عنهما. إبراهيم، إبراهيم. أنا هنا يا رب، تكلم إلى عبدك المطيع. هل ما زلت مؤمناً؟ طبعاً يا رب، طبعاً. خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه واذهب إلى أرض موريا. هناك قدمه لي محرقة على جبل أدلك عليه. كالحمل يا رب؟ كالحمل. تريد حياة إسحاق؟ افعل ما قلته لك، أنت قلت إنك مؤمن بي. إن الله يريد حياة إسحاق. جئت لآخذك إسحاق. إلى أين نذهب؟ إلى مكان بعيد؟ بعيداً، إلى أرض مورايا. لنفعل ماذا؟ الأمر ممتع. لنفعل ما يأمر الرب به إسحاق. لنذهب إذن. كدنا نصل يا أبي. لا شك أن مورايا عين ماء، فالأرض كلها خضراء هنا. ما زال لدينا ماء، سنصعد الجبل غداً، وهذه الليلة سنبيت هنا. مضى يومان على مسيرتنا. سأضرم ناراً إذن. يا رب، يا رب، انظر إلى قلب عبدك يا رب، يا رب. سيأتي الآن إسحاق معي إلى الجبل، سيحمل هو رزمة الحطب، أما أنتما فامكثا هنا. كما شئت سيدي إبراهيم، سننتظر هنا إلى أن تعود. إنها رزمة خفيفة. أنا بانتظارك يا أبي.
هذا هو ابني إسحاق، إنه لك يا رب لأنك أنت أعطيتني إياه، تبارك اسمك يا الله. هل رأيت ذلك يا أبي؟ لقد قام أحدهم ببناء مذبح، ولكن أريدك أن تخبرني الآن لماذا لم تشأ أن يأتي الخادمان معنا؟ وحده الله يجب أن يكون شاهداً على ما سيحدث. أخبرني أبي، ما الذي سيحدث؟ شيء مميز؟ ضع الحطب الذي أتيت به فوق المذبح ولا تسأل. سأفعل في الحال، لكن أين هو الحمل للمحرقة؟ الله يدبر لنفسه الحمل للمحرقة يا بني. أبي؟ الرب هو سيد حياتنا يا إسحاق. نعم يا أبي أعرف. أوقد نارا. جاهز إسحاق؟ كل شيء معد يا أبي. أما أنا فلست جاهزا يا إسحاق. لماذا أبي؟ لأن الحمل الآن هو أنت بني، أنت. تريد أن تقول إنني أنا سأكون الضحية؟ إن إرادة الله هي مقدسة، وإن كان الله قد أمرك أن تفعل هذا فعلي أنا أيضا أن أطيع. يا رب ساعدني يا رب. إبراهيم أنت مؤمن بي. لا تضحي به يا إبراهيم، لقد قمت بهذا العمل في قلبك. لا تطعن الصبي ولا تمسه بسوء، لا تمد يدك إليه. لا تمد يدك إلى الصبي، لا تمسه بأي سوء. الآن عرفت أنك تخاف الله فما بخلت عليه بابنك وحيدك. تبارك اسمك يا رب. إسحاق تعال يا بني. أبي أبي. انظر يا أبي، ها هو الكبش للمحرقة، الله قد دبر. فليتبارك اسمه القدوس يا بني.
إبراهيم، إبراهيم. أنا أستمع إليك يا إلهي، كلم عبدك يا رب. سوف أباركك يا إبراهيم. ليكن اسمك مباركاً دائماً وأبداً يا الله. أقسمت بنفسي، بما أنك ما بخلت علي بابنك وحيدك، فسأعطيك بركاتي وأكثر نسلك، فيكون أكثر من نجوم السماء ومن رمل البحر. منذ ذاك اليوم مضت السنوات. يوم ماتت سارة زوجته، ندبها إبراهيم وبكى عليها. اشترى من أجلها مغارة المكفيلة بأربعمائة مثقال فضة، وهو مبلغ ضخم، ودفنها فيها. بعد مرور سنوات عدة أيضاً، بات إبراهيم أيضاً بشيبة صالحة بعد أن شبع من الحياة. كان قد عاش 175 سنة، فدفنه إسحاق وإسماعيل ابناه إلى جانب زوجته سارة في مغارة المكفيلة.